انا ليا تبرير ليه السيسي وقف يدافع بنفسه عن الكوبري اول امبارح، وليه نزل النازله دي ونازل الراجل عنده دور برد والحاجات دي. انا رايي الشخصي وفي تقديري لان الكوبري ده هو اللي وافق عليه، وهو اللي مضى الميزانيه يعني هو اللي امر بانه يصرف على الميزانيه دي، وبالتالي الشتيمه في الكوبري كانها شتيمه في السيسي. الى اي مدى تحليلي ده صح؟ 100% صح. اولا ما فيش مشروع بيتم في الدوله وخاصه المشروعات الكبرى واللي بينفذها القوات اللي بتنفذها القوات المسلحه الا بتاخد موافقه من عبد الفتاح السيسي، وخاصه الطرق والكباري. لو جينا اتكلمنا على الحته بتاع طريق العالمين ديت، دي فيها حاجه مهمه جدا تخص السيسي واللي هي مدينه العالمين. يعني هتلاقي ان هو مثلا مش مهتم بالطريق اللي هو مثلا من المنصوره لدمياط او مثلا من طلخه لميت غمر، لا هتلاقيه دايما مهتم بالحته بتاعت الطريق الساحلي الشمالي عشان ده في حاجه تهمه جدا اللي هي مدينه العالمين. وعشان كده هو نزل مخصوص، وبعد كده هيروح يريح في اي قصر من قصوره اللي هي في مدينه العالمين. عبد الفتاح السيسي موكل مين اللي يشتغل في الطرق؟ وزاره النقل. وزاره النقل بتاخد الطرق ديت بتسندها او بتديها للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي هو ايهاب الفار عشان تبدا تنفذها. وبالنسبه للسيسي الهيئه الهندسيه هي محل ثقه 100% وان هتنفذ الطريق على اجمل وجه. النهارده الكارثه اللي تمت ديت ان احنا بننفذ الطرق ديت بدون دراسه وحرك تقريبا دلوقتي لسه من شويه في حد طلع قال لك في شكوى ان بيتم سرقه اثناء انشاء الطرق والكباري، ده بالفعل بيتم، ده حقيقه قسما بالله. عشان نقدر نعوض الفلوس اللي محتاجينها الساده الضباط. هنسرق ازاي؟ لما بنلاقي في رمله كويسه جنبينا في الطرق على الطريق بناخدها نستخدمها ونرجع نحطها في الحصر كاننا احنا اشتريناها، ودي برضو من ضمن السبوبه اللي بيعرف يطلعها المقاولين ما بينهم وبين الضباط من ورا الهيئه الهندسيه او من ورا عبد الفتاح السيسي. كل حد وليه المصلحه بتاعته. فطبعا عبد الفتاح السيسي النهارده لما يلاقي مصيبه زي اللي معموله ديت مش مطابقه للمواصفات الهندسيه، مفيش حاجه اسمها طريق بيتم افتتاحه قبل ما يخلص انشاؤه لان دي هتبقى كارثه. الطريق ده اسمه طريق يعني موت، لا قدر الله ان اي خطا فيه فني هيؤدي بحياه الناس للموت للوفاه. فمش ممكن ابدا يتم افتتاحه الا ما بيتم تجربته مره واثنين وثلاثه وبعد كده يبقى صالح لاستخدام الناس، لكن قبل كده ده مستحيل. الكوبري اللي موجود ده دلوقتي ملوش اي علاقه باي حاجه هندسيه، يعني لو للناس اللي بتسافر الساحل الشمالي كان تقريبا اربع حارات، اللي معمول ده مسخره. يعني انا حتى كمقاول ومش مهندس انا مش لاقي له صرف. يعني الكوبري فطبعا نزل هو بنفسه ان هو زعلان جدا من ايهاب الفار وزعلان جدا من كامل الوزير نخلي شكله وحش جدا قدام الشعب، فنزل هو بنفسه يحاول يصلح الموقف.